الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنحاول نبدأ سلسلة جديدة من الفيديوهات اللي اتمنى تكون يعني كل فيديو قصير لا يتجاوز 10 دقائق ربع ساعة بالكتير. نشوف فيها مع بعض حالات من الداي ورك العادي الكومن براكتس. نشوف ازاي نفتح حالة مع بعض ونبص عليها ازاي ونسكرول ازاي ونشوف ايه في كل سيكونس او في كل طريقة ازاي نشوف فيها الفحص. وهتبقى فيها فايندينجز قد تكون كومن قد تكون فايندينجز الى حد ما انترستينج. حط يعني طريق للجونيورز ازاي يبصوا على الحالات different modalities different examinations. وممكن ان شاء الله ربنا ييسر ونحاول نحط تيبس كده للبرضو الادفانسد يستفاد بيها. انا طبعا متوقف بقالي فتره, كنت ابتديت في سلسله ال FRCR2B training cases بس حصل يعني الانشغالات وتوقفنا, واتمنى ان شاء الله ربنا يعيننا ونرجع. بس لقيت تحضير الحاله بتاعه ال FRCR2B اولا بياخد وقت مني شويه ومجهود, ثانيا انها بتبقى ليها طريقة معينة وسيستم معين للـ FRCR2B. فلقيت ان احنا برضو موضوع ان احنا نجيب حالة كاملة دايكم ونفتحها مع بعض ونشوفها كأننا قاعدين مع بعض في الدي براكتس يمكن يكون مفيد كتير للناس, فربنا يعيننا. وانا عندي مجموعة كبيرة من الحالات اللي مسجلة عندي دايكم وحالات كويسة, فمش عارف استفاد بيها ازاي وافيد بيها الناس ازاي واوصلها لهم ازاي, فقلت يمكن الطريقة دي تبقى انفع ان شاء الله. واتمنى ان انا اسمع منكم الكومنتس والفيدباك وتقولوا لي ايه الحالات اللي عايزين نشوفها او ايه الحالات اللي عايزين نشرحها او لو عندي حالة من نوع معين نبدأ بيها وهكذا. طبعا انا هبدأ يعني ان شاء الله نشوف حالة النهاردة, حالة الى حد ما مهمة وسهلة لكن هقول فيها برضو يعني هي directed mainly للريزيدنس, لكن هقول فيها برضو tips وtricks للسينيورز شوية اللي بيحضروا, يمكن فيها findings تكون ظريفة شوية. لو في وقت وربنا ييسر ممكن نحاول بإذن الله كمان ناخد يعني زي كويز كده في الآخر, ربنا يعيننا وندينا بنجرب ونشوف ايه الحاجات اللي ممكن نستفاد منها كلنا, وانا بستفاد منكم وتقولوا لي تعليقاتكم والفيدباك بتاعكم يفيدنا كلنا بإذن الله. هحاول ان انا برضو في اي حالة بحطها هقول الكلام اللي موجود في الكيس, ويعني شوية كلام نظري بسيط مش هتوسع فيه قوي علشان الفيديو ما يوسعش, وكل ما بيكون الفيديو طويل كل ما بيكون يعني الناس ما عندهاش صبر شوية لمشاهدته. دي اول حالة النهاردة باذن الله, حالة سي تي ابدومن, كانت اولد ايج على ما اذكر حوالي 60 سنة, في ميل جاية بتشتكي باكيوت ابدومن نوت سبيسيفايد, وكانت اظن عملت التراساوند ان يعني سنتر تاني ومش دايجنوستيك قوي فبعتوها تعمل سي تي. كاحنا بقى بنشوف حاله سي تي ابدومن, ادي دي البورتو فينس فيز, هو كانت عامله الحقيقه تراي فيزيك بس انا هوريكم البورتو فينس لان هو كافي وهو الروتين سي تي ابدومن في اغلب الحالات, يعني ما بنحتاجش التراي فيزيك في حالات كتير ممكن بنكتفي بالبورتو فينس. لما نيجي نعمل سكرولينج لحالات السي تي ابدومن خليكوا دايما فاكرين ان احنا بنبص على كل حاجه فيه, يعني لو عندنا سكاوت فيو لازم نبص عليه, عندنا ارتيريال نبص, عندنا بري كونتراست نبدا بيه وهكذا, ما نسيبش حاجه ونمسكها واحده واحده وننقل على اللي بعديها. السكاوت احيانا بيفيد مهم يعني في حاجات كتير جدا, البري كونتراست لو عندنا بيفيد. انا الحاله دي فاتح لكم البورتو فينس على طول ان هو فيه الحاجه اللي انا عايز اوريها لكم والمفيده في حالتنا. يعني لما نيجي نعمل سكرونينج لاي حاله سي تي ابدومن اند بيلفيس, خدوا بالكم انها احسن طريقه هي الاورجان بيزد سكرولينج, يعني تمسك اورجان وتبص عليه لحد ما يخلص بعدين ترجع تاني. حتى في الاف ار سي ار وكده تلاقيك برده هم دلوقتي طبعا شغالين بنظام الدايكوم برده, والحاله ان هي تبقى دايكوم لقيك تروح رايح وراجع تقول له ايم سكرولينج مثلا ايه الليفر, فينيش ذا سكرولينج السبلين, يعني كده سكرول الكيدنيز تطلع وتنزل علشان تشوف, مش ان انت تاخد اكزيال سلايد تشوف الحته اللي في الليفر هنا والحته اللي في السبلين هنا والحته في الكيدني هنا بعد كده تنزل اللي بعديها تشوف, فكده دي بتلخبط وما بتبقاش حلو. فالبيست واي هو الاورجان بيزد سيستم. طبعا هنا احنا شايفين الليفر ده كبير شويه وهوموجينس لهايبودنس كومبيرد تو سبلين, فممكن نقول ده فعلا فاتي ليفر بس ما هوش ده الاساس. البوست كونتراست ستادي عامه ما هياش الاحسن في دايجنوستس اوف فاتي ليفر في السي تي, يمكن البري كونتراست هو افضل علشان اختلاف الانهانسمنت باترن بتاع الليفر والسبلين, وده مش موضوعنا النهارده هنحاول نقوله في مره تانية باذن الله. لكن على كل حال برضه للجونيورز يبقى عارفين ده طبعا
الليفت لوب، وده بقية الليفت لوب اللي هي سيجمنت 4. وبعدين عندنا الهيباتيك فينز اهم، الرايت والميدل والليفت، وادي الاي في سي، الاورطة، ادي السبلين، ادي الاستومك، ننزل تحت شويه ادي السوبرا رينال جلاندز، وادي البورتال فين، ادي الكيدنيز، السبلينيك فين، وكونفلونس بتاع البورتل. ننزل تحت شويه بقى عندنا السوبر ميزنتريك فين، سوبر ميزنتريك ارتري، الجول بلادر هنا يعني كونتراكتد شويه، طبعا الديودينام الثيرد بارت، وهكذا ننزل تحت لحد نحاول نلاقي اي ايه فايندينج. ابتدينا بقى لقينا في الرايت الياك فصه، ايه لقينا في الرايت الياك فصه فيه هنا شوية فات هيزنس وستراندينج، علشان نتأكد منها قارنها بالناحية التانية اللي ما فيهاش الانفلامات. بص الفات هنا اسود ازاي، وهنا الفات فيه هيزنس وستراندينج ازاي. ننزل شوية، طبعا في شوية برضو مينيمال فلويد كولكشن، وفي هنا لاين كده، وحتى لو بصينا على اللاترال كون الفاشيا البريتونيال ريفليكشنز الناحية دي ثيكند مقارنة بالناحية التانية اللي مش باينة فيها اصلا. يعني بصوا اهو، ادي مثلا هنا البريتونير ريفليكشنز، وادي هنا فلويد كولكشن، هنا الباول لوبس ثيكند شويه. ننزل كمان شويه نبص نلاقي برضو ده تيرمينال اليم ثيكند وول، حواليه شويه فلويد كولكشن، حواليه فات ستراندنج. ننزل كمان شويه لحد ما نشوف ايوه لقينا هنا اهو في طالع من ده، طبعا دي السيكم، وعشان نتاكد منها ننزل مع الاسندنج كولون، ادي الاسندنج كولون، ننزل بيه ننزل بيه ننزل بيه لحد ما نلاقي بقى مكعبر كده شويه يبقى تخين، يبقى دي السيكم. السيكم هتلاقي داخل فيه التيرمينال اليوم، وبعدين اهو ده التيرمينال اليوم، وبعدين طالع منه هنا كمان بقى من السيكم، دي حاله بقى ايه ابنورمال، طالع منه ايه ستراكشر يعني تخينه قوي وديستندد قوي، وحواليها الانفلاميشن ده اهو، ده الاستراكشر ده اهو اهو داخل لحد ما داخل في السيكم، وادي وطالع هنا كده لحد ما بلايند اندنج هنا اهو، ادي ده وحواليه الكوليكشن وحواليه الستراندنج والانفلاماتوري بروسس. طبعا الحاله دي يعني هتتشخص ستريت فورورد انها اكيوت ابندسايتس. الكلينيشن ما كانش متوقع قوي انها اكيوت ابندسايتس علشان الاولد ايج، واحنا عارفين الابندسايتس مين اللي بتتشخص في اليانج ايج من 10 ل 30 سنه في الغالب. الحاله دي يمكن الابندكس فيها ماشيه اوبليك شويه علشان كده مش باينه حلو في الاكزيل، هوريها لكم في الكورونر ريفورماتد ايمجز دلوقتي هتبان جميله جدا جدا. طيب برضو هنا في امالجميشن شويه، الاناتومي بتاع التيرمينال اليوم وبتاع ادي التيرمينال اليوم وبتاع السيكم في شويه لخبطه. ايه اللخبطه؟ ان هو ثيكند تيرمينال اليوم ثيكند سيكم، وده اكسبتد او يعني اكسبكتد في الانفلاماتوري بروسس اللي في الابندكس، لان بيبقى في انفلاميشن في الادجيسنت اريز. من ضمن الحاجات بتاعه الانفلاماتوري بروسس او العلامات الابندسايتس في السي تي انك تلاقي سيكم السيكال بول او السيكال ايبكس ثيكند، ويسموها كده احيانا سيكال بول ساين او سيكال ايبكس ساين حاجه زي كده. فبرضه هنا في ثيكنينج واضح في الابندكس، سوري في التيب اوف سيكا. بعدين كمان عندنا ايه تاني؟ لو خدتوا بالكم في طبعا شويه ايه ليمف نودز اهي، ميسنتريك ليمف نودز زي كده، هوريكم الكورونال كان عامل ازاي. بصوا هنا الكورونال ادي بصوا بقى ادي الاسندنج كولون، وادي اخره اهو السيكم. بص السيكم ودي التيرمينال اليوم، تخان طبعا تخان خالص، وبنعرف السيكم والتيرمينال اليوم بالاليوسيكال فالف بيبقى فيه فات شويه. يمكن هنا عشان القديمه شويه مخبيه شويه عليه، لكن الفات اللي في مكان الاليوسيكال فالف بيعرفنا ان ده التيرمينال اليوم ودي السيكم. بص بقى هنا دي الاستراكشر ده اهو، بص ده ايه الاستراكشر ده، ده طبعا ده الدايليتد ابندكس. ف
فدي دي ستاندرد ابيندكس بنقولها امتى نعرف انها دايليتد؟ لو اكتر من 6 مللي الاوتر تو اوتر وول. بعض الكتب كاتبه 7 بعضهم كاتبه 8، وكالعاده كل ما بنزود الدايمتر كل ما السنسيتيفيتي بتقل لكن السبيسيفيسيتي بتزيد. يعني لو قلنا 8 مللي طبعا يبقى هنشخصها مور سبيسيفيك يعني. وبعدين الوول ثيكنس ممكن بيبقى زي طبعا اكتر من 2 مللي، ده بالسونار بيبقى اسهل بقى، لكن هنا بالسيتي يمكن يبقى دي قياس الوول هنا صعب شويه. ايه تاني من علامات الاكيوت ابندسايتس؟ السراوندينج فات ستراندينج وهيزنس. ايه تاني من علامات الابندسايتس هنا؟ برضو الميزنتريك ليمف نودز، الادجيسنت ميزنتريك ليمف نودز، ودي رياكتيف ليمفادينوباثي. عشان كده احنا دايما نقول مش لما تشوف ميزنتريك ليمف نودز بالسونار او حتى بالستي خلاص تشخص ميزنتريك ادينايتس وتمشي، لا، لان الميزنتريك ادينايتس دي دايجنوزز اوف اكسكلوجن، يعني اكسكلود اذر كوزز هي اللي عامله الرياكتيف ليمفنوز، لو ما لقيتش تبقى هي خلاص ميزنتريك ادينايتس لوحدها. الحاله دي بقى فيها ايه التب الجميله اللي زياده فيها؟ ان انت لو بصيت هنا بقى، نحاول نكبر كده شويه، هنلاقي ادي الابندكس الوول بتاعها انهانسنج، وده برضو من علامات الابندسايتس والهايبريميا، لكن في فوكال اريا اوف نون انهانسمنت، هنا في فوكال اريا اوف وول انتربشن، فده معناها ان في ايه بدايات ابندسيال بيرفوريشن. شايفين واضحه هنا جدا الابندسيال بيرفوريشن هي اللي عامله حواليها بقى ايه فلويد كوليكشن وشويه ستراندنج، يبقى دي بيرفوريتد ابندكس. Perforated appendix حتة لسه فيها perforation، بقيت الوول enhancing كويس لكن الحتة دي ما عادتش enhancing كويس. طيب في بقى بعض، يبقى احنا لما هنيجي نكتب التقرير زي كده هنقول ان الابندكس is seen at right iliac fossa distended with thickened enhancing wall and surrounding inflammatory changes manifested by increased fat surrounding fat density heaviness and stranding with thickening of the related peritoneal reflections and the meso appendix. نرجع تاني للاكسل اهو، هوريك شايفين البروتينيال ريفليكشنز هنا، ادي ده الميزو ابندكس. يبقى السؤال اللي احنا عايزين برضو كده نبقى جاوبنا كمان على الكلينيشن عليه، هو ان احنا نقول له هل دي بيرفوريتد ولا لا؟ هنقول له فوق في فوكال اريا اوف وول انتربشن انهانسمنت سجستنج بقى ان ده ايه، سجستنج ان دي حاله ايه فوكال بيرفوريشن. طيب هل في ابنديكولار ماس؟ في بدايات باول وول ثيكنينج في التيرمينال اليوم في السيكم، وده رياكتيف انفلاماتوري يعني كونديشن، لكن ما هواش ديفينيت ابنديكولار ماس ولا ابنديكولار ابسس. بيسموه ساعات الانفلاماتوري تيشو اللي هي حوالين الانفلامد ابندكس او حتى ساعات حوالين اي انفلاميشن يعني زي البنكرياس او كده يسموه فليجمون، لكن ما هواش ديفينيت ايه ابسس، ما فيش مارجنال انهانسنج كوليكشن يعني. طبعا بقيت الكيس ما كانش فيها حاجة تذكر قوي، ما فيش بيلفيك فلويد كوليكشن قوي. حتى ممكن نبص على برضو الابندكس اللي احنا شفناها دي بالساجيتال، يعني الرول بتاع الساجيتال اقل، لكن برضو باينة فيها في حالتنا دي اهي، ادي الابندكس هنا شايفين هي دي اهي لحد ما تدخل في السيكم اهي، وبرضو surrounding inflammatory process واضحة. كنا عايزين بقى نقول ايه كده، احنا قلنا للدكتور او الكلينيشن العيان ده عنده acute appendicitis وfocal perforation عشان حالة emergency ولازم تخش عمليات على طول. فعشان كده حتى في الFR في الحالات الامرجنسي كده لازم تقول ان next management على طول ان احنا urgently call the onco او discuss the case with the onco surgical team.
طيب كلمة عن الابندسايتس، طبعا هي واحدة من الموست كومن كوزز اوف اكيوت ابدومن، بالذات في اليونج ادلت بوبوليشنز من 10 ل 30 سنة، ده الموست كومنلي، نادر في النيونيت، نادر في الاولد ايج. عشان كده برضو هنا في الكيس دي لازم نقول له انها نو اندرلاينج ماس، لان لو لقينا ابندسايتس في اولد ايج زي الحالة دي نشك ان في اندرلاين سيكال ماس او كلونيك ماس او ابندكلر ماس، هنقول له هنا مفيش ديفرنت ماس، هي ابندسايتس عادية مش سكندري الماس. وده سؤال مهم نجاوب للكلينيشن عليه. النقطه اللي بعديها في الكلينيكال بيكتشر، طبعا عارفين انها بتيجي بين في رايت ايليك فوسا، الاول ممكن يبقى بري امبلايكال شيفتنج بين، بعد كده يجي في الماكبيرنس بوينت في الرايت ايليك فوسا، لكن الحقيقه القصه دي ما هياش موجوده في كل الحالات ولا حتى في نص الحالات، فليها فاريبل كلينيكال بيكتشر، واحيانا يعني بتعتمد الى حد كبير على البوزيشن بتاع الابندكس وعلى طولها وعلى مكانها، مش دايما بتبقى ريتروسيكال كده، احيانا بتبقى سبسيكال، احيانا بتبقى بيلفيك، بالذات في البيلفيك ابندكس اللي العين جايب بيجي طبعا بفيفر، بيجي بنوزيا، بابدومينال بين، ممكن فوميتنج، الفوميتنج ما بيبقاش كتير في الغالب وانس اور توايس، يعني الى حد كبير بتتشخص كلينيكالي مع الليكوسايتوزيس، بيبقى مهم جدا. لكن كان زمان التشخيص بيعتمد بس على كلينيكال والليكوسايتوزيس، ابتدى طبعا الاتجاه كتير للايمجينج في الاونه الاخيره. البيست ايمجينج موداليتي للابندسايتس هي السي تي، ما عدا في حالتين، البريجننسي و للتشيلدرن طبعا علشان الراديشن دوز، عشان كده الفيرست لاين مانج ايمجينج في الحالتين دولت، واحيانا الناس تقول كمان والثين انديفيدوالز هو الالترا ساوند، وهوريكم حالات تانية باذن الله فيها الالترا ساوند والرول بتاعه. طبعا حاله الاكيوت ابندسايتس سواء بالالترا ساوند او بالسي تي او حتى بالبلين اكس راي وجود الابندكولس كده، من ضمن الحالات المشهوره جدا جدا في الامتحانات، سواء الماستر او الام دي او الزماله او البورد او الاف ار سي ار، يجيبوها بالبلين اكس راي فيها ابندكولس ويجيبوها بالالترا ساوند ويجيبوها بالسي تي زي ما كان. زي ما قلنا السي تي هو البيست ما عدا في الحالتين دول. فالتيبس اللي انا عايز ازودها لكم بقى علشان تبقوا عارفينها، البلين اكس راي ما يطلبش في حاله ابندسايتس، يعني لو انت شاكك في ابندسايتس تقول له نعمل بلين راديوجرافي، لا، لكن هو ممكن يكون بيتعمل بالصدفه لاي حاجه تانية، هو كان مثلا شاكك في رينال ستون، كان شاكك في انتستاينال اوبستراكشن، لان الابندسايتس ممكن تعمل لوكالايزد ايليس في الادلت، ممكن تيجي بانتستاينال اوبستراكشن في الاطفال، فيكون بيعمل البلين لاذر كوزز، نلاقي بعض المانيفيستيشنز اوف ابندسايتس في البلين راديوجرافي، وحاول احط لكم حاله ان شاء الله برده نشوفها سوا عن البلين راديوجرافي في الابندسايتس، اهمها الابندكولس، وده مش موجود في غير حوالي 10 ل 20% بس من الحالات اللي بيبان فيها الابندكولس، يعني مثلا حتى هنا في حالتنا بتاعه السي تي دي ما فيهاش ابندكولس، ممكن يبان في البلين في 10 ل 20%، ممكن يحصل ليفوسكوليوزز نوع من السبلينتنج، ممكن يحصل هيزنس في السوس شادو رايت سوس شادو، ممكن تيجي لو هي بقى كومبليكيتد بقى ابندكولار ابسس او ما تيجي بسوفت تيشو شادو في الرايت ايليك فوسو، كل ده بال بلين راديوجرافي. بالسونار طبعا مهم قوي ان احنا نعمل جريدد كومبريشن ونستخدم السوبرفيشال بروب الهاي فريكوانسي، نلاقي بقى بلايند اندنج، تيوبولار ستراكشر في الرايت ايليك فوسا، نون كومبريسبل ونون بريستالتيك، وممكن نشوف الابندكولس والدوبلر لي رول طبعا في ان احنا نشوف الفاسكولاريتي بتاعتها ونشوف حواليها هاي بريميا ونشوف لو في بيرفوريشن ولو حواليها باول لوبس او كوليكشن وهكذا، برضو ممكن نشوف معها الليمفينوز. اما الايكوجينيك فات اللي حواليها بسبب الانفلاميشن بيبان بالالترا ساوند مور ايكوجينيك ذان نورمال فات. كل دي برضو كلمه عن الابندسايتس بالسونوجرافي، وهحاول ان شاء الله برضو اجيب لكم حاله تانية فيها ابندسايتس بالسونوجرافي ونتناقش فيها مور ديتيلز. بعد كده لو السي تي طبعا زي ما قلنا هو ده الاهم، نسيت اقول لكم بس بالسونار طبعا قلنا الوول تو اوتر دايامتر يكون ازيد من 6 ملم للابندكس والثيك والوول ثيكنس اكتر من 1.7 او 2 ملم. طبعا السي تي بقى هو البيست، بنعمله ثين كاتس علشان يبقى يعني نقدر نعمل ريفورماتد ايمجز، والكورونال فاليبل جدا زي ما شايفين في حالتنا دي. ممكن كمان ان احنا طبعا الروتين برضو فيه ان هو يتعمل وذ اي في كونتراست، لانه بيزود السنسيتيفيتي جدا للابندكس وللكوليكشن والبرفوريشن وزي كده. اما لو ممكن نشخص برضو بنون كونتراست لو في اي كونترا انديكيشن للكونتراست، هل ندي اورال وريكتال ولا لا، دي اوبشنال، يعني ممكن الاورال يساعد في ان احنا نفرق ما بين الابندكس الدايليتد ابندكس
الابندكس والنون اوباسيفايد باول ممكن ما يبقاش ليه لازمه، عشان ساعات ممكن يغطي على الابنديكولس لو موجود، يعني اختياري. وبرده نفس الكلام في الريكتال كونتراست، ممكن يملى السيكم ونشوف حاجه اسمها ارو هيد ساين، وممكن ما نستخدموش وبرده نشخص عادي، فما هماش لازمين قوي يعني. طيب لو عيان عنده لو طفل صغير اقل من 14 سنه او بريجننت فيميل مش هنعرف نعمل لهم السي تي، احسن حل بديل ايه؟ نعمل ام ار اي. برضو هيبان فيه اغلب الفايندنجز بتاعت السي تي بس بالام ار اي. طبعا التي 2 هيبقى اهمهم لانه بيبان فيه الانفلاميشن والاديما، بس في ناس بتقول كمان الديفيوجن ويتد ايمج ساعات بيبين الابندسايتس حلو، الفيسبوتروفيزم علشان صراع في الابدومن ام ار اي ابدومن. طيب هل ندي كونتراست في البريجننسي ولا لا؟ لا ما نديش كونتراست في البريجننسي، لان الجادولينيوم بيبقى اكسكريتد من البلاسينتا ويقعد في الامنيوتيك فلويد، فيعرض الفيتوس للكونتراست لمده طويله جدا طول فتره الحمل متعرض للكونتراست، ولسه ما هواش كلير الايفكت بتاعه، لسه ما هواش ابروفد بي الدبليو اتش او. طيب لو احنا دلوقتي المانجمنت بتاع الابندسايتس طبعا هيبقى سيرجيكال، ولكن لو قلبت بابندكلر ماس او ابندكلر ابسس ممكن يتغير المانجمنت شويه. كان زمان يقولوا لنا في الاندر جراديويت السيرجن بيفحص الابندكس اندر جنرال انستيزيا قبل ما يفتح، ولو لقى في ابندكلر ماس او ابسس بيأجلها، ودلوقتي فعلا بالايمجنج لو في ابسس بيأجلها، وممكن كمان الانترفنشن راديولوجيست يركب بيكتيل لو في لارج كوليكت او لارج ابسس، وتمشي على الانتيبيوتيك حوالي شهر او اسبوعين وبعدين يخشوا سيرجري ويشيلوا الابندكس. ايه الساينز ان الابندكس دي بقى بيرفوريتد؟ ان انت تلاقي فوكال انتربشن للول زي ما احنا مش شايفين في حالتنا دي. ممكن كمان ان احنا نلاقي لارج لوكالايزد كوليكشن حواليها، سواء ابسس او قبل الابسس فليجمنت، يعني وجود اللارج كوليكشن ده سجستنج اوف بيرفوريشن. بالدوبلر ممكن نشوفها برضو نفس الكلام. ممكن نلاقي الاكسترا ليومينال اير او نلاقي اكسترا ليومينال فيكوليس اللي هي ابنديكوليس. الابنديكوليس دي عباره عن يعني تعتبر فيكوليس كونكريشنز وكالسيفيكيشنز وكده، لو لقيتها اكسترا ابنديكولار اكسترا ليومينال فمعناها برضو ان ده في بيرفوريشنز، او اكسترا ليومينال اير نفس الكلام. الابنديكوليس دي بالمناسبه لو هو شال الابندكس وحصل دروبد للابنديكوليس ممكن يحصل عليه، ممكن تبقى نيجلكتد وما يحصلش مشاكل، لكن ممكن يحصل عليها انفكشن ويحصل عليها ابسس بعد كده، زي بالظبط الجول بلادر ستون برده دروبد ستون في البروسكوبي برده ممكن تعمل بعد كده مشاكل وابسس، وممكن تبقى سايلنت وما تعملش حاجه، كل واحد ونصيبه يعني. ايه تاني كنت عايز اقوله لكم؟ من ضمن الكومبليكيشنز الخطيره والنادره حاليا للابندسايتس انه يحصل بورتا سبيرمزنتريك فون سبيرمزنتريك فين ثرومبو فليبايتس، اب تو انه يحصل بورتال بايميا وهيباتيك ابسس وسبتسيميا وسبتيك شوك، عشان كده ممكن تبقى فيتال. عشان كده مفيش حاجه اسمها يعني ابندسايتس معلش مش هعمل العمليه انا مش عايز اعملها، لا اب تو انها ممكن تبقى فيتال. هو صحيح الكلام ده نادر بعد الايرا بتاعه الانتي بايوتكس والعيانين محدش بيصبر على نفسه قوي كده، لكن يعني وارد، ولازم نبقى نحذر العينين من التساهل في الحاجات اللي زي كده. differential diagnosis كتير للacute appendicitis سواء بالكلينيكال او بالراديولوجيكال، لكن حالات زي كده بتبقى straight forward، لكن ممكن كلينيكال يبقى نقول والله ميكلز diverticulitis سيكل diverticulitis، ممكن حاجات gynecological في الفيميل او urinary tract renal stone او غيره، ممكن epiploic appendicitis mental infarction، الحاجات دي كلها ممكن تدخل في differential diagnosis كلينيكالي او احيانا راديولوجيكالي، لكن في حاله زي اللي قصادنا دي يمكن تبقى الموضوع يعني الديفرنشال فيها قليل قوي. هل السي تي ممكن يشوف النورمال ابندكس؟ وده مهم قوي. النورمال ابندكس ممكن تبان بالسي تي، وده عشان كده لازم تدريب شويه. دايما لما تيجوا تبصوا على حاله سي تي ابدومن من غير حتى ابندسايتس ولا حاجه، تدربوا نفسكم انكم تدوروا على النورمال ابندكس. بنعرفها ازاي؟ بنعرفها ان احنا ندور على السيكم ونشوف التيرمينال إليم داخل فين، وده اسهل طريقة في الكورونال ان انت تدور على السيكم وتشوف التيرمينال إليم وهو داخل فيه، زي هنا في حالتنا دي كده مثلا، هتلاقي بعد كده الابندكس تحت على طول التيرمينال إليم تحت الإليوسيكال فالف على طول اهي، هنا هتلاقي الابندكس
تحت الاليوسيكال فالف على طول. يعني طبعا شويه فاريابيلتي في الاناتومي ممكن، لكن في الغالب كده وما تلخبطش ما بينها وما بين التيرمينال اليوم، لان زي ما قلت لك دي بلايند اندنج فما بتكملش مع باول. اما التيرمينال اليوم بيبقى اكبر وادخن ومكمل بقى مع الايه الباول زي في الحاله اللي عندنا دي كده. عايزين اقول لكم ايه تاني؟ اما طبعا الابندكس النورمال ما بتبانش بالسونار في الغالب، علشان كده السونار از ا جود بوزيتيف، يعني مش قادر اقول باد نيجاتيف قوي، لان انا طبعا اوبريتور ديبندنت و يعني ماشين ديبندنت وحاجات كتيره، والعيان اوبيز ولا لا وهكذا. بس دي اكتر يعني النقط اللي انا كنت عايز اقول لكم عليها. وفضل النقطه الاخيره، لو احنا العيان ده خد اورال كونتراست انتريك او حتى ريكتال كونتراست، ولقينا الكونتراست فيلينج اليومن بتاع الابندكس اب تو التيب يعني انتايرلي فيلد اليومن، ده كان اكسكلود ان دي ابندسايتس. اما لو لقيناها مش داخل فيها خالص او حتى داخل في اول البيز بس كده، لا ده مش اكسكلود الاكيوت ابندسايتس. في الغالب بيحصل الابندسايتس فعلا علشان اوبستراكشن للابندكس من عند البيز، فغالبا لا بيدخل فيها صبغه ولا حاجه، لكن ممكن تيجي في الاول خالص وبعد كده تبقى اوبستراكت. اما لو لقينا الصبغه ماليه اليومن خالص، لا يبقى دي اكسكلودنج الاكيوت ابندسايتس. احيانا كمان نبص نلاقي التيب بتاعت الابندكس فيها سمول اير لوكيول، وده احيانا ده ساين احيانا بيبقى موجود في الاكيوت ابندسايتس، بس ما هوش يعني مشهور قوي وما هوش يعني من ضمن الحاجات الريلايبل قوي. لكن بقيه الساينز زي ما قلنا الانفلاماتوري بروسيس اللي في الرايت اليك فوسا ووجود الديستندد ابندكس. بالمناسبه برضو الديستندد ابندكس لوحديها ما هياش كافيه لتشخيص ابندسايتس، احيانا تبقى الابندسايتس فاريبل ان سايد، يعني ممكن توصل ل 10 مللي في نورمال، فلازم تيكورليت مع الكلينيكال كونديشن. وجود برضو الابندكوليس ما هواش دايجنوستيك 100%، الابندكوليس ممكن يبقى موجود في نورمال بيشنت او حتى في اسيمتوماتيك. وجود انفلاماتوري بروسيس لوحديها برضو ما هياش دايجنوست، ممكن تكون كرونز، ممكن يكون تي بي، ممكن يكون منتال انفاركشن، ديبلويك ابندجايتس، ميكلز، اي انفلاميشن في المنطقه. لكن الكومبينيشن اوف فايندينجز مع كلينيكال مع لابوراتوري هو ده اللي بيخلينا كونفيدنتلي دايجنوز الابندسايتس، فما تعتمدش على سنجل فايندينج في دايجنوز الابندسايتس، لا دي محتاجه كذا فايندينجز مع بعض. اخر حاجه كنت عايز اسالكم فيها، ودي الهوم ورك اللي عليكم النهارده، وتكتبوها لي في الكومنتس، ايه هو اسم السندروم او اسم الديزيز لو الابندكس دي نزلت في انجوينال هيرنيا وبعدين حصل فيها انفلاميشن وحصل فيها ابندسايتس، ليها اسم مخصوص؟ عايزكم تقوله لي، ومستني تعليقاتكم والفيدباكس والكومنتس في الكومنتس سيكشن تحت. وان شاء الله لو في اي حد عنده حاله نقدر نشوفها او نتعلمها سوا باذن الله تبقى مفيده لينا كلنا. وشكرا جزيلا ودعوتكم، سلام عليكم.